أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، بنرحب بكم في برنامجكم نرى نورا. وبصلي النهاردة حلقة مميزة جدا بحضور المسيح. النهاردة كلمة الله توصل لكل واحد بيشاهدنا. عايز أقول لك النور، لما ربنا عمل النور عمله لثلاث أمور. رقم واحد، النور ينير الأرض، ده كله في تكوين واحد. رقم اتنين، النور يفصل. رقم ثلاثة، النور يحكم. بصلي النهاردة من كل قلبي النور المسيح يجي ينير حياتك. نور المسيح يجي يفصل بين الضلمة اللي انت فيها. نور المسيح يجي يحكم على كل الأمور اللي انت بتمر بيها. بصلي في برنامج نرى نورا نور المسيح يوصل ليك. النهاردة حلقة مميزة جدا، معايا ضيف غالي على قلبي بصراحة، يعني بأمانة بصدق، لما خدمت معاه ولما شفته قد ايه غيور على عمل الله، حار بالروح، يحب الكرازة ويحب عمل الله بالرغم من مشغولياته. معنا ضيفنا الغالي الكريم المستشار نشأت شوقي. برحب بيك في برنامج نرى نورا. أهلا بيك يا خشيف، ازيك؟ أنت غالي عليا يا رجل الله. ربنا يباركك أنت أكتر. بشكر رب لأجل وقتك، وبصلي النهاردة الرب يستخدمك استخدام غير عادي في اسم الرب يسوع. يا أحباء المشاهدين، عنوان حلقتنا النهاردة المستشار نشأت أخوي الغالي، الأخ خادم الرب، هو بيشتغل وبيخدم. قد ايه بصلي من كل قلبي انت رسالة للمسيح مهما كان نوع شغلك، وهنشوف ونحكي معاه ونستفيد من خبراته ونشوفه هو متعمق في كلمة الله. النهاردة عنوان حلقتنا اطلبوا الرب فتحيوا. خلينا نقرأ جزء من الكتاب المقدس من سفر المزامير اصحاح المزمور 34. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيئا من الخير. وشعار حلقتنا موجود في عاموس إصحاح 5 وعدد 6، اطلبوا الرب فتحيوا. انت ينفع تكررها معانا وتطلع من الحلقة دي حافظ آية من كلمة الله، عبارة عن ثلاث كلمات شعار وعنوان حلقتنا اطلبوا الرب فتحيوا. في طلب الرب يدي الرب حياة. وبرحب كمان مرة تانية بضيف الغالي اخويا الغالي الاخ نشأت شوقي، برحب بيك. والموضوع الحلو اللي انت عايز تكلمنا فيه، هسألك سؤال يا اخ نشأت. اتفضل. حلو العنوان، بس انت كنت عايز توصل ايه؟ وكل المشاهدين وانا اولهم نفسي اسمع اطلبوا الرب فتحيوا. الحقيقه احنا في الايام الاخيره دي عندنا صدمات وتحديات كثيره جدا. نعم. عندنا اشياء كثيره جدا جدا كشباب وكجيل وككبار وكصغار. نعم. لكن شعرت ان في التوقيت ده يعني غاب المسيح في الطلبه وفي الوقت اللي موجود فيه، خاصه انه في الايام الاخيره كثرت الكلام عن الاحداث او الاشياء كثيره، مع انه اكثر وقت اطلب فيه الرب هو ده الوقت. فكان على قلبي ان اوصل رساله، مش حلقه، رساله توصل للناس كلها وتشوفنا، انه ده الوقت المعين اللي تطلب فيه ربنا، وقت لطلب الرب. وفي ايه كمان، وقت لطلب طلب الرب. يعني عندنا ناس كتير بتشاهدنا، واشكر رب لاجل البرنامج والمشاهدين المباركين اللي دايما بيتواصلوا معنا من خلال التليفون او الفيسبوك. يعني نوعيات كتير، يعني انا عندي طلبه غير حضرتك ده اكيد، غير اللي بيشاهدنا، كل واحد عنده نوع
من الطلبات معينة. ده أكيد. فممكن تكلمنا النهاردة عن نوعية اللي بيطلبه الرب وكل واحد باحتياجه. ده أكيد. الحقيقة نشكر ربنا من أجل أنه إحنا بنشوف النهاردة في النوعيات اللي ربنا عايزها. نعم. لما بنقرأ في متى 8-5 في أول نوعية من النوعيات اللي موجود بيقول الكتاب كده: ولما دخل يسوع كفر نحوم إلى قائد الماء يطلب إليه ويقول: يا سيدي، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا أأتي أشفيه. أشكرك يا رب. أول نوعية من النوعيات اللي بنشوفها الشخص المعذب. معذب. معذب جدا كمان. نعم. قال له متعذب جدا. والحقيقة النهاردة في كتير من الناس عايشة في عذاب صعب جدا، وخاصة أني سنوات طويلة وأنا بعاني كتير جدا في المخدرات والإدمان وأشياء كثيرة جدا، فتلاقي نوعية من الناس كتير جدا متعذبين. والأغرب والأغرب أنه ممكن تلاقي نفس كمية كبيرة متعلمين وكمية كبيرة جدا مؤهلات بشكل غريب جدا. نعم. ولكن واقع تحت عذاب صعب جدا. فأول نوعية من النوعيات أن الرب بيقدمها النهاردة أنه ربنا يقدر يوصل لأي حد متعذب. وفي شواهد كتيرة قوي من نوعية. أنت ذكرت يعني من الحاجات اللي بتعذب المخدرات والإدمان طبعا. نعم. صعب جدا. شفت حالات أنا وانت طبعا، لان انت يعني الرب حط على قلبك تخدم في اماكن صعبه انا اعرفها وبنزلها، فحالات الادمان كلمه معذب دي يعني وهو بيسمعنا النهارده يقولك انا معذب. الحقيقه شريف، يمكن انا في حاله من الحالات في مره من المرات يعني اتفضل انه اتذكر حاله من الاختبارات اللي مرت عليا وانا بخدم، يعني ام اتصلت بيا فوق الاربع مرات. اه. والمره الاخيره قالت من فضلك لازم تيجي باسرع ما يمكن. الحقيقة أنا رحت المكان ده وأنا يعني متضرر، يعني جوايا مرارة جديدة جدا. نعم. لكن حقيقة لما وصلت البيت يمكن أنا بكيت بالدموع، لأن كان فاضل حاجة واحدة بس يعملها الولد، أنبوبة البوتاجاز ويبيعها باسم الرب يسوع. مع العلم أن الولد كان صاحب مشروع تجاري وشغال كويس جدا، وابتدى الحقيقة يتعاطى مخدرات بأشكال مختلفة جدا. صعبة جدا جدا جدا، لغاية ما وصل لحالة رهيبة. والحقيقة وأنا بتفرج على جسده وجسمه، رغم أنه هو حاطط صور كثيرة جدا على جسده من القديسين وأشياء كثيرة جدا، لكن الولد في عذاب شديد. عذاب شديد، بيصرخ بصرخات فظيعة رهيبة جدا جدا، ما يقدرش حد يوصل لها غير ربنا. باع كل عفش البيت، كل حاجة، مش فاضل غير أنبوبة البوتاجاز، والست بتبكي. بس أنا نفسي أشاركك النهاردة بحاجة حقيقة. وأنا بتفرج في جسده لفت نظري منظر غريب. انه في احد الصور المصورها في ايده اليمين صورة المسيح عليه اكليل الشوك، والولد من كتر الترامادول والمخدرات ومن كتر الماكس والبودرة المنطقة دي مزرقة جدا. انا اول ما شفت المشهد قعدت اعيط عياط شديد جدا، فالولد قال لي ببساطة جدا: انت بتعيط ليه؟ يا رب يا يسوع. فقلت له: يا ابني، هو المسيح كان ناقص على اكليل الشوك انك تحط حاجة زي كده؟ انت ما تعرفش انه المسيح هو بيحط كليل الشوك، جابوا قصبة وراحوا حاطين كده على البتاع، شكل صعب حطين. جدا فعلا. وابتديت انهار في العياط. فالولد ابتدى يبكي، ولما ابتدى يبكي قال لي جملة خطيرة لما انساها، مع انه حاول بدل مرة عشرات المرات ان يروح مستشفى ما امكنش. قال لي: انا موافق ان اروح المستشفى فورا لو انت عايز، بس المهم اني اشفى. دي اول نوعية بصراحة، يعني ما فيش مقدمات في الحلقة، اشكر رب يعني مش قدمنا، لا ده احنا بنقول ان اول نوعية المعذبين. المعذبين، وديك ذكرت اختبار حي قدام عينيك. المخدرات، انا بصلي من كل قلبي لو في نوعية بتشاهدنا بالشكل ده جاء وطلب من يسوع، يا كل معذب تحت ادمان وتحت قيود رب يقدر. ده انا مش عايز اوصل رسالة تانية بس للمشاهد. نعم، فضل. ايه اللي جبرك تعذب نفسك؟ صح. يعني ايه اللي جبرك؟ يعني ايه اللي جبرك انك تتعذب؟ ايه اللي جبرك النهارده انك تاخد مخدرات وتتعذب؟ ايه اللي جبرك النهارده انك تاخد حاجه صعبه ايه اللي جبرك؟ ما الحل موجود. الحل موجود. الحل موجود. ايه اللي جبرني اعمل كده يعني؟ الحل في ايه بقى يا خالد؟ في يسوع، ان اجي يسوع. اطلب يسوع. نعم. يقول: وجاء يطلب يسوع. اشكرك يا رب. هل يسوع اتأنى؟ ابدا. اشكرك يا رب. يقول: في الحال اتي واشفي. عشان كده الجزء الاولاني ده وانا بقدمه الحقيقه فكرت بدل مره مئات المرات، يا ترى وانا بسرد الحالات دي اسرد انهي حاله في الاول في الثاني؟ المعذب. شعرت كتير جدا من. نعم. الناس معذبين
جدا جدا. اتذكر ما قاله الكتاب في مرقس 5. نعم. كان يعمل يجرح نفسه ويصرخ. طب اللي جبرك تشرب السيجاره ويجرح نفسه؟ على فكره يجرح نفسه بالحجاره. ينفع نقول يجرح نفسه بالسيجاره، ينفع نقول يجرح نفسه بكل حاجه، الحجاره اللي هي الشيشه، بالعلاقات، باشياء، بكل حاجه. صح. فالنهارده في اول حاله النهارده بنشد بيها الناس انه اي حد معذب في واحد بس هو اللي يرحم العذراء. اشكرك يا رب. يسوع المسيح. العذراء المتواضعة مريم في لوقا 2 تقول للمسيح لما تاهوا عنه 3 ايام، فتقول له انا وابوك كنا نطلبك معذبين. يعني كانوا يعني وهم بعاد كان في عذاب، لكن بصلي من كل قلب النهارده في يوم طلب الرب في حياه وفي راحه. النوعيه الاولى دي نوعيه جميله جدا، والرب استجاب للمعذب ده ومد ايده وخلصه. النوعيه الثانيه في الناس اللي عندهم مرض، ربنا يقدر يشفي النهارده. يقدر. والكتاب المقدس مليان مشاهد، بس انا نفسي اقول حاجه مهمه. يمكن الناس اللي تسمعنا دلوقتي سمعوا بدل الوعظه مئات الوعظات، ويمكن الناس كتير جدا اللي رقدت على الفراش سمعوا بدل الحكايه حكايات، بس الحقيقه نفسي النهارده اقول حاجه مهمه جدا. لما بتعرف متى 14 او في لوقا 6:19 يقول الكتاب وطلبوا ان يلمسوا هد بسوجه. نعم. فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. ونفسي النهارده يا خشيف اتسكى على حته صغيره جدا. اتفضل. انا مؤمن باللي رايح له ولا لا؟ انا واثق باللي رايح له ولا لا؟ عند الثقه في الله. بس الحقيقه النهارده بيبقى اخر درجه ربنا. نبتدي بالدكتور فلان والدكتور فلان. لحسن حد فلان. شاهدنا هو الطب طبعا الرب بيستخدمه. انا مش ضد، لكن احنا عندنا اله المستحيلات اللي بيعجز فيه الطب الرب يسوع بيتمجد فيه. انا مش ضد الطب. نعم. لكن انا بقول ببساطه شديده جدا الايمان الحقيقي اللي نعم. يوصل في حاله زي كده بشكل اكبر بكتير جدا لما انا عندي ايمان اني البس هد بسوبه فقط يا رب فاشفى. فكم وكم لما تقابل معي يسوع شخصيا. ودي دعوة في حلقتنا النهاردة. إن كان النوع الثاني اللي عايزين لمسة شفاء، احنا عندنا إيمان والرب مبارك رجل الله أخويا نشأت، نصلي لك لو أنت عندك مرض تواصل معانا والرب يلمسك ويشفيك. بس الأهم من الشفاء الجسدي زي ما قال المسيح مغفورة لك خطاياك، قم احمل سريرك وامشي. فاحنا هنصلي لك النهاردة طلب غفران زي ما سمعنا المعذب الرب يغيره، وكمان لمسة شفاء. احنا بندعو المسيح النهاردة مخلص وشافي ومحرر وراعي، بندعو المسيح زي ما الانجيل بيقدمه. اكيد اكيد. تفضل يا خادم. النوعية الثالثة اللي نفسي النهاردة يعني ان الرب يعني يكون بيقودنا فيها بشكل اكبر التطهير. 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 والحقيقة في مرقس 1 ودي نفس الرب يدينا وقت فيه النهارده. اتفضل. يقول فاتى اليه ابرص يطلب اليه جاسيا ان اردت ان تقدر ان تطهرني. نعم. فالمسيح مد يده لطهر. اشكرك يا رب. ونفس النهارده اخ شريف واحنا انا هسالك سؤال في دي. اتفضل. ممنوع حد يلمس الابرص؟ ده اكيد. حتى لما الكتاب بيقول ان هو جاء جاسيا من بعيد. بالظبط. الرب مش قعدت اتامل فيها، الرب ما شافهوش في الاول، انت عارف عمل ايه؟ لمسه. مظبوط. يعني البرص خلى اقرب ما ليه يتخلى عنه. مظبوط. اقرب ما ليه يتركه ويخرج خارج المحله، لكن الرب يسوع قبل ما يشفيه لمسه. انا بصلي النهارده باسم المسيح يا اللي متروك ويا اللي اقرب ما ليك مش بيجرب منك، تختبر لما تطلب المسيح، تختبر لمسة المسيح. الموضوع البرص ده والتطهير موضوع رهيب جدا، كبير جدا الحقيقة. يا حكي لنا فيه. ونفسي أشاركك باللاويين 13 اللي الكتاب أعلن عن شريعة الأبرص في نعم. هذه كلها. والحقيقة يمكن في 3 أنواع في البرص. البرص في الجسد نفسه. أيوة. والبرص في الثياب. في الثياب. والبرص كمان في البيوت. نعم. والحقيقة لو كل واحدة من دول مش هيكفيهم حلقة ولا فعلا هو موضوع كبير. موضوع كبير جدا. بس احنا مش هندخل في سياق الحكايه دي النهارده. نعم. بس نفسي اقول لك حاجه مهمه في موضوعين مهمين. ان الشخص اللي مليان بالبرص أيوة. والشخص اللي خاطي بعيد، حكم صعب جدا جدا ان يفضل بعيد وخارج المحله بشكل صعب. وانت قلت حضرتك انه ما يقدرش حد يقرب له. نعم. ولا يقدر يقرب كمان. صح.
لكن الحقيقة النهاردة فعلا واضح لكل اللي بيشاهدنا، لكل اللي بيسمعنا، ان يسوع كسر كل الاشياء دي كلها في دمه على الصليب. اشكرك يا رب. التطهير الحقيقي بدمه وفران وتطهير الخطايا. نعم. ما فيش حد يقدر يعمل دي غير واحد بس اللي دفع تمنى على عود الصليب. نعم. والحقيقة لما تقرأ في الأشياء اللي موجودة في لوين 13 وفي الأعداد اللي موجودة فيها في عدد 45، والأبرص الذي فيه الضرب تكون ثيابه مشقوقة ورأسه مكشوف مكشوفة ويغطي شاربه وينادي نجس كل الأيام التي تكون في ضرب يكون نجسا نجسا ويقيم وحده خارج المحل. نعم. نفس النهاردة وللناس اللي بيشاهدونا وبيسمعونا نفس أوصل لهم رسالة، ما تيجي النهاردة الأبرص بيشق ثيابه. أيوة. ما تيجي النهاردة وتشق قلبك وتقول لربنا أنا جاي النهاردة علشان أشق قلبك يا رب. ما تيجي النهاردة وتقول للرب النهاردة كل نجاسة كل نجاسة يا رب جاي أطرحها قدامك وشق قلبي علشان تقدر تطهرني يا رب. مش بس كده يقول الكتاب ورأسه ومكشوفة، وأنا نفسي أوصل للمشاهد حاجة. اتفضل. في الرأس دي مفيش حاجة مستخبية عند ربنا، كل حاجة مكشوفة. نعم. حتى الأفكار. نعم. يظهر آراء القلوب. نعم. يعني الله بيقدر شايف كل الأشياء اللي موجودة، فالرأس اللي مكشوفة بالأفكار دي كلها تعالى قدام الرب. إذا كان الأبرص بيعمل كده نعم. ويجي قدام ربنا ويعمل كده، ومش بس كده، ده يغطي شاربيه رجلته. أيوه. ما تيجي تكسرها النهاردة وتيجي قدام يا الرب وتكسر يا رب كبريائك، كبريائك وتيجي قدام ربنا تعمل كده يا رب. ما تيجي النهاردة تيجي قدام الرب، أكتر حاجة بنشوفها أنا عارف بس الحقيقة مش قادر، بس أنا نفسي أقول له أنت مش قادر، أنت مش عايز مش عايز. عارف ليه؟ لما أوصل بضعفي وأوصل بحاجتي قدام ربنا، ربنا هيقدر يعمل إيه؟ يجي يحررني طبعا ويطهرني. وكل مرة من مرات هنقف على منابر ربنا وهنقف في الاستديو وهنقف في كل حتة. نعم. هنقول ما فيش غير دم المسيح. نعم. هو ده اللي طهر. دم المسيح اللي قال عنه قديما على القامتين والعتبة العليا. نعم. دم المسيح اللي على الصليب يقدر يطهر ده. ونفسي في الأيام دي أخ شريف في كل مرة من مرات في بيوتنا نقول له غطينا بدمك باسم الرب يسوع. غطينا بدمك عشان تطهر كل خطايانا يا رب، عشان تطهرنا من كل نجاسة، من كل أفكار شريرة يا رب، من كل أشياء قدامنا. ربنا يقدر يعلن الإعلان ده النهاردة، ونفسي النهاردة والناس اللي بيشاهدونا وبيسمعونا يوقف وقفة بهذا كده. محدش يقدر يطهر غير يسوع المسيح. نعم. ولا غير دم المسيح ودم ودم ابنه يطهر من كل خطية. من كل خطية. فالرب بس اللي يقدر من كده الحقيقة. وانا بتكلم عن النوعية دي قلبي مليان وقلبي بيصرخ من جوه لكل واحد مربوط باشياء كثيرة جدا. نجاس. ربنا يقدر يطهره النهاردة. مربوط بالنجاسة. بالنجاسة. يقدر يطهره النهاردة. يقدر يطهره تطهير كامل في دم المسيح. باسم الرب يا في دم المسيح. بصلي من قلبي ان ربنا يعمل. في عبارة اتمنى تحفظها لكل واحد مستعبد للنجاسة، بمجرد ما تتغسل بدم المسيح هتكون عبد للقداسة. يعني مش بتقدر تنام غير لما تشوف حاجات معينة، يعني فكرك مليان نجاسة. بصلي النهاردة الرب يسوع يسكن فيك الروح القدس فيحول العبد للنجاسة لعبد للقداسة. احنا محتاجين بصرخة. امين. صرخة قوية جدا جدا. يعني الابرص الكتاب لما بيوصف البرص بيوصفه انه هو مرض، فالمريض يحتاج الى شفاء. شفاء. بيوصفه هنا كمان معانا ان هو نجس. نجس. والنجس يحتاج الى تطهير. تطهير. ويختم ويقول موت. طبعا. والميت يحتاج الى حياة. حياة. وده اللي خلينا نخش بقى في النقطة اللي بعدي. مش بس انه معذب ومش بس انه محتاج للشفاء والتطهير، لكن محتاج للحياة. والحقيقة في كم شاهد قدامي الحقيقة زي ما قال في مرقس 5 كده، وطلب اليه ابنات الصغيرة على اخر نسمة ليتك تأتي وتضع يدك عليها للتشفى وتحي. وزي ما كنت بتقول في الشاهد بتاع عموس 5-6 اطلبوا الرب فتح. بس الحقيقة نفسي النهاردة اشاهد اشاركك بشاهد رهيب رائع جدا. فضل. في حزقيال 37 يقول الكتاب هذه الكلمات، ثم قال لي ابن آدم هذه العظام هي كل بيت إسرائيل.
هم يقولوا يبست عظامنا وهلك رجعنا قد انقطعنا. أنا متأكد اللي بيشاهدنا وبيسمعنا كثيرين من الناس عندهمش رجاء. نعم. وكثيرين من الناس يقولوا الحقيقة في الزمن ده ما فيش فايدة. وحقيقي كتير جدا من الناس عندهم أمل مقطوع. نعم. وكثيرين من الناس ما عندهمش أمل في بكرة في اللي جاي. بس الحقيقة كل مرة من المرات وأنا بقرأ الشاهد ده قلبي من جوه بيبقى مليان بالفرح. أشكرك يا رب. في الأمل في يسوع. يقول كده الكتاب فقال لهم لذلك تنبأ وقل لهم السيد الرب أنا أفتح قبوركم. أيوة. ربنا النهاردة يقدر يطلع من الميت حياة. يا رب. زي ما عملها كتير. نعم. فيقول أصعدكم من قبوركم يا شعبي وأأتي بكم إلى أرض إسرائيل. أشكرك يا رب. ما حدش هيوصل لأرض كنعان ولا أرض الموعد ولا السماء الجديدة إلا الأحياء باسم يسوع. نعم. عشان كده يقول فتعلمون أني أنا الرب عند فتح قبوركم وصعادكم أيامكم باسمي أجعل روحي فيكم فتحيون. أشكرك يا رب. فتحيون. أنا نفسي أقول لربنا النهاردة لكل يسمعنا مية جديدة يا رب. مية جديدة وحياة جديدة يا رب. مية جديدة أنك تجري تاني في الأعماق، تجري كتير جدا في الإنسان فتدي حياة. وأجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب. أنا نفسي أتك على الجزء الأخير. تفضل. تكلمت وأفعل يقول الرب. ربنا النهاردة بيعلن هذا الإعلان لكل واحد فينا، وحاشا للرب، حاشا للرب أن يقول ما يفعلش. أشكرك يا رب. حاشا للرب أن يقول ما يعملش. ده هو اللي بيقول كده روح قل لهم. هو بيقول له روح قل لهم تنبأ. عشان كده نفسي النهاردة أقول لك جملة مهمة، أن الرب بس مش بيعمل ده كده بس، لكن كمان بيدي حياة لكل واحد فينا. نعم. والحياة أسمى بكتير على فكرة في كل الأشياء اللي بنشوفها في الأرض. عشان كده أنا بطلب الرب للحياة. خليني أقول لك كمان جملة. تفضل. المبادئ والقيم اللي ضاعت، الأشياء اللي ضاعت في البلد وضاعت في أشكالنا وفي أذهاننا. صحيح. أعتقد زمان كنا بنشوف مشهد خطير جدا، ممكن تشوف مجموعة من الشباب تلاقيهم كويسين وتلاقي واحد فيهم مش متظبط فالناس يشوفوا ده. النهاردة بيقولوا العكس. ده عدل ازاي قاعد وسطيهم. انا نفسي ان الرب النهاردة يعلن في ارضنا وفي كل العالم تعود مرة اخرى الحياة. ولما شخص يكسب حياة يكسب اخلاق جديدة. بصراحة جديدة. الموضوع شيق جدا وفي مفاجأة. احنا عاملين الفصل خاص بالموضوع، فصل مهم جدا تشاهدوا معانا ونواصل ونستنى تلفوناتكم بعد الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق مع المستشار نشأت. ابقى معنا بعد الفاصل. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل المعبر جدا عن الموضوع اللي بنحكي فيه. إن كان عنوان حلقتنا اطلبوا الرب فتحيوا، ودينا شفنا فيديو وحاجة عظيمة جدا، اطلبوا أولا. وهنيجي في الموضوع مجهزين له فكرة حلوة مع المستشار نشأت أخويا الغالي، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها، دي البكشيش، هذه كلها تزاد لكم. بعد ما تكلمنا في الموضوع الحلو، بنرحب بيك يا اخي نشأت. اهلا بيك، مستمتعين بيك. ربنا يباركك كتير. بعد ما حكينا اطلب الرب ونوعية الناس اللي بتطلب، هنراجعهم بسرعة. أيوة. المعذبين، أيوة. رقم اتنين اللي عايزين المرضى، شفاء، لمسة شفاء. أوكي. رقم ثلاثة النجس الذي يحتاج إلى تطهير. رقم أربعة الحياة الميت، ما الخاطي ميت. بالضبط. أنتم أموات بالذنوب والخطايا. النوعية الحلوة اللي جاية دي اللي مليانة بكلمة الله ونوعية عظيمة، بصلي النهاردة يمكن دي النوعية الأخيرة وبعد كده هنخش في سؤال بعده. لا هو في اتنين الحقيقة. ماشي اتنين. طب مفيش. الجزء اللي قبل الأخير اللي هو الناس الكتاب قالوا عنه في مرقس 7 عن الأصم والأعقد. الأصم والأعقد. والنهاردة عايز أقول إن الرباط كتير قوي الناس مربوطين. تمام. ونفس النهاردة وإحنا بنسمع الجملة دي كثيرين من الناس مربوطين برباط صعب جدا. نعم. أكتر حاجة بنشوفها وأنت خادم للرب وكارز، مرات لما بتيجي تخدم وتوصل للناس فتفاجئ بمفاجأة غريبة جدا، يقول لك أصل أنا وصلت عند الكنيسة واتخنقت، أو قصة منهم. في كثيرين من الناس مربوطين بإبليس، حتى الكتاب المقدس في سفر الخروج قال لي موسى اطلق شعب اللي يعبدوني. اطلق. طبيعي جدا إنه مربوط. جميلة الفكرة. فلما لما 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 شخص يبقى مربوط هيعبد الرب إزاي؟ مش هيقدر طبعا خالص. النهاردة عايزين طلب للرب ان يفك كل الربط باسم الرب يسوع، كل الربط على العناق، كل الاشياء اللي موجودة دي. الرب النهاردة يستطيع ان يفك كل الربط يا رب. بحلها يا رب. ونفسي اقول حاجة مهمة قوي، مش قادر تصلي لانك مربوط، مش قادر تطلب الرب لانك مربوط. والربطة دي مليانة باشياء كتيرة جدا. هي اكتر صفة موجودة الايام دي المشغولية. المشغولية كتير. ايوه. كثيرين ناس مربوطين بالمشغولية، مع ان يعني بإحصائيتي انا وبحكم شغلي اتفضل، مرات كتير قوي تلاقي الموظف لو بيشتغل 8 ساعات تقريبا حسب إحصائيتي انا، يعني ممكن يشتغل في الثمان ساعات دول، ممكن بجد يعني ممكن يشتغل مثلا ساعة جد والباقي لا. عندنا يعني في وقت فاضي، في وقت. ايوه. فمرات كتير قوي بيهمس في اذهاننا ابليس باشياء كتيرة جدا، وعلى انه أنا باستمرار مشغول. نعم. مشغولية كبيرة جدا. وفي ناس كتير مشغولة بالمستقبل لولادها، مستقبل لأشياء كتيرة جدا، ما عرفش إنه دي خيمة في وقت من الأوقات هتعمل إيه، هترحل. صحيح. وترحل. عشان كده أنا بطلب ربنا النهاردة إن يرفع كل ربط حطها إبليس باسم الرب يسوع. كل ربط على إبليس النهاردة تتفك باسم الرب يسوع. توقيت الفك، يعني مثلا واحد مربوط من سنين، كنت متخيل اللي مربوط من سنين لما يجي يتفك ويتحرر محتاج لوقت. أتاري ان الرب يسوع المسيح في الحال وضع يسوع يده عليها فاستقامت في الحال. يعني ما عندي ربطها بقالها سنين 18 سنة. يعني ايه؟ يعني لو حد بيشاهدنا النهاردة مربوط من سنين، ايه الدعوة اللي احنا مليانين بيها نقدمها ليه؟ ان الرب يسوع في الحال، في الحال يحط ايده عليه وهو بيشاهدنا. ده اكيد بنعمة المسيح. وكمان عايز اضيف حاجة كمان، يعني انا كمان واحد من ضمن الناس، كنت زمان يعني بدخن واشياء صعبة كتير جدا. صحيح. طبعا كنت بدخن وانا في الخطية، كنت بدخن وفي كل مرة من مرات قعدت كم سنة تدخن؟ يمكن فوق الخمس ست سنين. لكن في مرة من المرات لما شعرت انه للأسف الشديد في كل مرة مرات، ودي نفس اللي بيشاهدونا يكون بيوصلهم كده، في كل مرة مرات تقرر خطة لنفسك، خطة لنفسك انك تفك الرباط ده علشان تتحرر منه وتقوم ترجع ألعب من الأول. بنفسك مش هتقدر. بنفسك مش هتقدر. أنا واحد حاولت أكتر من كده. يعني مش موضوع إرادة ولا هتقدر إطلاقا. صح. أنا بقولها لك كده لأن أنا جربت الحكاية دي أكتر مرة.
يعني سيبني مثال بسرعة يعني. لما واحد يبطل تدخين يقول له خد لك شوية لب وشوية مش عارف ايه وشوية ايه وشوية ايه علشان اصل الدم النيكوتين تتعفر والنيكوتين مش عارف حصل له ايه في الدم وحصل كذا وكذا وكذا كده يعني. تمام. وما عرفش الكلام ده ليس له اساس من القيمة. لكن الموضوع في الحال دلوقتي. في الحال. دلوقتي. طالما قررت وبطلب يسوع ما يستناش ولا لحظة. واسرع طلبة يا اخي شريف في الوجود. لما تطلب ان يسوع ينقذك في الحال استجابه فوريه فوريه ما فيهاش علشان كده نستغل ونستفيد بالكلام ده وندعو كل المشاهدين تليفونات مفتوحه تواصلوا معانا لو عندك طلبه صلاه عندك سؤال عندك مشاركه بنرحب بكل مشاركاتكم معانا في برنامج نرى نورا والكلمه الحلوه اللي انت قلتها في الحال في الحال ما بيتاخرش ثانيه ولا بتقدم ثانيه الشيء الوحيد الشيء الوحيد يعني مش عارف وقت البرنامج يسمح ولا لا اتفضل يعني انا فاكر مره من مرات وانا في الاتجاه ده وكان تقريبا اخر فلوس معايا علشان اشرب الشيشه يعني فحصل مفاجاه غريبه جدا بحكم الشغل ان انا محاسب قانوني فالراجل صاحب القهوه قال لي بنفس اللفظ كده وحضرتك بتشتغل بقالك فتره بتردد علينا واحنا عارفين انت بتشتغل محامي فقلت له لا انا بشتغل محاسب قانوني فراح مسك الملف وقال لي ممكن تخلصه في الضرايب فقلت له حاضر فأنا باخد الملف راح مطلع مبلغ مبلغ كبير مش صغير وأنا بفكر بعد ما ادفع للراجل ده هعمل ايه فاداني المبلغ فقلت له لا المعروف ان بعد ما نخلص الشغل طبيعي جدا يحصل ايه انك تحسب قال لي ما اعرفش انا مشغول ان اعمل معاك كده فاداني الحاجة وأنا في نفس المكان دي المعاملات الإلهية طبعا وأنا في نفس الحاجة رفعت عيني على السقف كده قلت له معقولة تيجي المكان الحقير ده عشاني أوعدك من هذه اللحظة لن أعود لهذا الاختبار مرة أخرى لك المجد يا رب وفي الحال سيدك عملها غير أنت بتفكرني بنوعية من الناس غير عالم أن لطف الله يقتادك. إنما يقتادك إلى التوبة يعني إيه يعني أوقات كتير ربنا بيكرم ناس ماديا وصحيا مش عشان هو حلو ده علشان يقوده للتوبة ده مؤكد فالرب جابك من خلال من لطف. خلال عمل اللطف لطف ربنا شكرا لك يا رب يسوع شكرا للرب فالأعقد طبعاً الأصم المربوط الرب عمل حاجة المعجزة الوحيدة اللي مكتوب فيها أن يسوع أن يسوع الرب بيئن الرب بيتألم لكل واحد مربوط بصلي النهاردة باسم المسيح ليلة التحرير ليك في اسم الرب يسوع في نوعية أخيرة ودي طبعا ما نقدرش نسيبها عن الخلاص نعم اللي جات في لوقا 19 اللي كل قصة تقريبا معظم الناس عارفها قصة زكر نعم ورغم انه غني يقول عنه غني كان شغال نفس الشغلانة بتاعتك تقريبا ربنا يستر فالفكرة انه كان مستشار على فكرة كان طبعا زي مسابقة وزير مالية دلوقتي ايوه صحيح ده مظبوط رئيس للعشرين بالظبط كده زي رئيس مصلحة الضرائب غيره كذا كده ايوه فاللي عايز اقوله ببساطة جديدة جدا انه رغم كده تعيس ورغم كده محتاج لمخلص نعم ورغم كده محتاج للخلاص والحقيقة ده طلب أن يرى يسوع طلبة عظيمة دي منتهى الروعة وزي ما قلت لك أخشيف من شوية الطلبة الوحيدة اللي ربنا ما يتأخرش عليها صح يعني في وسط الجموع دي كلها وروح رفع عين أنت إيه يا رب؟ قال لما أنا عارف قلبه باسمه إيه ده يا رب؟ ما أنا عارف قلبه فعشان كده ما استناش نعم في وسط الجامع ده كله قال له انزل نعم عشان كده بصلي من قلبي الليلة من قلبي لا الفلوس ولا الإمكانيات ولا الجاه ولا القصة دي كلها نحتاج إلى مخلص رائع اسمه يسوع يستطيع أن يخلص الحال والدليل على كده لما دخل بيته احنا يعني انت قلت للفلوس الفلوس دي إله بالنسبة للناس سيد يعني الموضوع صعب جدا ده مش صعب فوق الصعب بس اللي الرب يدخل حياته سهل جدا اللي الرب يفتح قلبه يفتح جيبه زي ما فتح قلبه صح ده اللي حصل يعني قال له كده إن كنت أوشيت بأحد أرد أربعضا وأطمع نص أموالي الفقراء إيه اللي خلاك كده هو يسوع اللي يطلب يسوع علشان يخلصه يعرف بالقلب كويس قوي قوي معنا تليفون أخونا مينا من الجيزة أخويا مينا ألو هاي يا فندم اتفضل أخويا مينا أنت على الهوا اتفضل ماشي ألو اتفضل أخويا مينا اتفضل ماشي مساء الخير مساء الخير
خشيت معاه؟ ايوه يا حبيبي اتفضل. انا سمير من الجيزه. يا اهلا يا اخويا مينا، منورنا. نورك يا اخونا شريف، وعاوز ارحب بالانتشار نشأت بابا العزيز، وعاوز اقول له بجد انت بركه كبيره قوي لحياتنا والناس كتير، وعاوز اشجعكم باختبار حصل معانا انا والاخويا نشأت. كنا مره بنصلي من الليل في بلد لحد مخطوف، وكنا دايما بنصلي يا رب الطفل لازم يرجع دلوقتي، ده دلوقتي ده الاستجابه الفوريه يا رب. الطفل ده كان بقاله كام فتره مختفي، وفي الوقت ده بجد بعد ما خدنا فرصه كبيره انا والاخ نشأت الشباب، الرب استجاب بسرعه واطلق الطفل حالا حر، وعطوه كمان مواصلات. ده اختبار حي عظيم ده يا اخويا مينا. يا سلام. أمسي على أخويا نشأت وأتكلمه ممكن. ربنا يبارك لك. هو معاك، هو سامعك، اتفضل. مينا أنا سامعك، أنا بشكرك كتير من أجل المداخلة ومن أجل الاختبار الجميل اللي شجعتنا بيه كتير جدا جدا جدا، وده وقت رائع جدا لطلب وجه الرب، بشكرك كتير. ربنا يباركك. كل نفس محتاجة يسوع، وكل نفس عندها طلبة هتلاقيها بسرعة، بس بشجع كل واحد يسمع دلوقتي اطلب بسرعه، وقريب منك جدا زي ما عارف بولس كده، هو عن كل واحد مننا ليس ببعيد. نشكرك، شكرا ليك قوي يا مينا، رسالتك وصلت. شكرا. يا مينا ربي يباركك. يبارك اخويا، يباركك يباركك. اخويا الغالي معانا تليفون تاني، اخونا فزيع من القاهره. الو. ايوه اخويا الغالي اتفضل. ألو. لو سمحت وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون يا اخونا الغالي. اخونا فزيع اتفضل انت معانا يا اخويا الغالي، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون اخويا فزيع. طيب معلش المكالمة انتهت، نكمل في الموضوع الجميل ده، طلب الخلاص. طبعا تدعون اسمه يسوع لانه مخلص، ومن ضمن معاني كلمه اللي بيطلب الخلاص يطلب الانقاذ، يعني كلمه خلاص انقاذ، انقاذ يعني الرب يقدر ينقذ. طبعا اعظمك لانك نشلتني، اشكرك ولم تشمت بي اعدائي، الرب احييتني. هللويا، مبارك اسم الرب، مبارك اسم. هنخش في موضوع تاني، يمكن شفنا النوعيات الحلوه دي، هي مش حلوه بالنسبه للناس، لكن الرب عايز من النوعيات دي. اكيد عايز اللي يطلب الخلاص، عايز اللي يطلب التطهير، عايز اللي يطلب الحياة، عايز اللي يطلب الشفاء، عايز المعذب اللي عايز يرتاح. ده اكيد. بس حلوة كلمة لازم اكون عايز دي. بالظبط. حتى الرب يسوع لما بص على الابرص، الابرص قال له ان اردت تقدر، راح الرب يسوع قال له ايه؟ اريد. يعني الرب رايد. في مره من المرات، بس هو يعني خارج الموضوع، بس في مره من المرات بحته عايز دي، لما في مرقس 10:46 عن بارتيماوس الاعمى، حاجه غريبه جدا، ما انت عارفه انه اعمى، لكن ساله سؤال وقال له ماذا تريد ان تفعل. لازم يسمع الطلبه، انت عايز ولا مش عايز. بصراحه مرات كتير جدا بنبقى يعني بنطلب، لكن سوري وقت الجد، وقت القصه دي كلها، هو عايز يسمع انت عايز يسوع ولا لا. وفي الحته دي برضو كان بيصرخ مع اني مريض، المفروض ما يقولش ارحمني يا ابن داود، المفروض يقول ايه؟ اشفيني. اشفيني مظبوط. لكن بصراحه دروس عظيمه جدا من الناس اللي جمل المسيح بكل قلبهم. هنخش في سؤال تاني، يمكن شفنا الانواع، لكن كل واحد عندنا بيطلب. في اللي بيطلب مش عارف امور ماديه، والرب مش ضد ده طبعا. ده هذه كلها تزاد لك. نعم. ويعلم احتياجكم قبل ان تسأل. مظبوط. لكن اللي انا السؤال الثاني اللي مهم جدا نوصل بيه ونعرف من حضرتك اللي انت مشغول بيه، من اطلب؟ انا بطلب مين؟ الحقيقه شريف، الحقيقه في الوقت ده الحقيقه، وانا بقف قدام النقطه دي بالذات، بيشاركني شاهد في روميا 3:11. نعم. ليس من يفهم وليس من يطلب الله. والحقيقه انت وقفت كتير قوي عند الشاهد. نعم. ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. غريبة يا رب، مع أن في رومية 3 قال الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. بس الحقيقة نفسي أقف هنا في عدة أشخاص، وإحنا بنشوف من أطلب، من أطلب، من أطلب. الحقيقة مثلا في يوحنا 20 وعدد 15 يقول الكتاب، قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين، من تطلبين؟
مرات كتير قوي قوي. من تطلبين؟ تطلبين الحي بين الأموات. أنت المسيح حي. الطلبة دي في مكانها مش قادر أدركها. كيف أوصل عند القبر ودور عن المسيح وهو ليس ها هنا؟ نعم. لكنه حي. مرات كتير مش بفهم اللي بطلبه. مرات كتير قوي مش بفهم اللي عايزه. عشان كده الكتاب قال ليس من يفهم، ليس من يطلب الرب. وأنا أتوقع ما قاله الكتاب في هذه الصرخة التي قالها يسوع على الصليب: يا أبتا اغفر لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ماذا يفعلون؟ هم مش عارفين. لكن تخيل معايا أخ شريف أنه في ناس بتطلب، بيطلبوا حاجة تانية خالص، زي ما جه في متى 27 هذه الكلمات: ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. يا الحقيقة دي صعبة قوي يا أخ شريف. أسيب الفادي المخلص ودور على اللص. وبالإجماع. وبالإجماع. شوف الناس. ما أطلب. شوف الناس. مع أنه يعني لو رجعنا تاريخيا، المعجزات كانت قبلها بشوية فترة بإقامة العازر وغير وغير وغير. صحيح. لكن في لحظة حرضوا الكهنة والشيوخ الجموع أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. اللي بيدي الحياة يهلك. نعم. بيطلبوا أن يهلكوا. ده قلب الإنسان. قد إيه شر وقد إيه شر صعب. بس الطلبة كانت طلبة غريبة. غريبة جدا. يطلبوا باراباس. يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. نفسي اللي بيشاهدنا النهاردة وبيسمعنا وصل له رسالة. نفسي أوصل لك رسالة مهمة جدا. بقى تسيب اللي أنقذك من الموت والحياة وواهب الحياة، اللي أنا عنده لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة. شكرك يا رب. ربنا النهاردة جاي يقول كده يخلص ما قد هلك ويعطي حياة. فخلي بالك النهاردة، أخاف النهاردة وانت بتطلب طلب تاني غير المخلص يسوع. ده مش بس كده، يقول الكتاب ان رؤساء الكهنة والشيوخ والجموع كانوا يطلبوا شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. ياما ناس كتير تركوا يسوع علشان الفلوس. نعم. ياما ناس كتير شهدوا زور بشهادة صعبة كتيرة جدا. نوعية من الناس مرة غريبة رهيبة جدا جدا جدا. عشان كده نفسي النهاردة وانا من اطلب، انا عارف مين اللي بطلبه ولا لا، عارف مين اللي بطلبه بجد ولا لا. يا ترى اللي ميت ولا اللي عايز يهلكوه يدوروا على باراباس ولا بيهلكوه بالشكل ده؟ لكن ده خد الاصعب من دي اخشي. من كلام حضرتك بوجه رساله لكل اللي بيسمعوني، انت بتطلب مين؟ بتطلب باراباس؟ لو في كفه والمسيح في كفه، هستاذنك وناخد تليفون اخويا ابو فادي. الو 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 مساء الخير. مساء الخير، اتفضل. ربنا يبارككم، الحلقه رائعه جدا. ربي يبارك. استخدمكم في اسم ربي يسوع. شكرا. كان ليا سؤال، يمكن بعيد عن الحلقه شويه لكن يمكن شادد فكري شويه. كنت بتفرج على احد البرامج، حد اسمه محمود سعد، وبعدين لقيت حد ضيف جايبه، وبعدين الست قالت كده ان ربنا بعت مرض لجوزي. هل الكتاب المقدس بيعلمنا ان الله بيبعت امراض؟ ده كان سؤال نفسي اعرفه. ده سؤال. ونفسي اخونا نشأت ربنا باركه، ربنا حافظه قبل كده في اختبار رائع جدا وانقذه من الموت، وكان اختبار ده رائع جدا، وكنت عامل معاه لقاء قبل كده. يا ريت يحكي الاختبار دي، ربنا انقذه من الموت من خلال العربيه اللي حادثه تحت الصعب. سؤالك هيتجاوب عنه يا اخويا الغالي، وشكرا لاجل اتصالك وتشجيعك. معنا تليفون تاني. اخويا فزيع، علشان وقتك معانا رجعت لينا تاني. اخويا فزيع. الو. ايوه ايوه، انت على الهوا يا اخويا الغالي، اتفضل. ماشي حبيبي، اتفضل. مساء الخير. مساء الفل. الرب يحافظ عليكم يا رب. الرب يباركك. شكرا. عايزين قلب الصلاه. امين. وعايزين يعني باسم يسوع كده، باسم يسوع نتوحد.
صدقني احنا على قلبنا نصلي للكنيسة في مصر يا اخويا فزيع، وانت هتشارك معنا بالصلاة باسم الرب يسوع، مفيش مكان للشيطان في كنيستنا في مصر في اسم الرب يسوع. ايوه ما انا من مصر، ما انا من ايوه ما انا عارف انت من اهلي. شكرا. يعني طلبتك دي انا حاسس بيها، وكل الخدام وانا اعرف اكتر من حد بيصوم لاجل مصر، وهنعدي باسم الرب يسوع في الازمة اللي احنا فيها. عايزين بالبكتره للناس العيانين واللي عندهم عمليات. هسألك سؤال يا اخويا، يا اخويا فزيع، احنا بنتكلم عن اطلب الرب فتحي، طلبت الرب يسوع خدت حياة ابدية ولا لسه؟ نشكر ربنا. طب ربنا يباركك. طب احنا هنستفيد بوجودك معانا ونتحد، وانت كمان تتحد معانا، وهنصلي لاجل مصر وانت موجود معانا. احنا نفسنا نرفع صلاة لاجل الكنيسة في مصر. خليك معانا ونصلي كلنا، وكل المشاهدين يشاركوا معانا، كل حرب ضد الكنيسة في مصر تتكسر باسم الرب يسوع المسيح. ارفع لنا صلاة لاجل الكنيسة في مصر يا رب يسوع المسيح. يا رب احنا جايين كلنا بالاجماع قدامك يا رب انك توحد صفوفنا باسم الرب يسوع، ولما توحد صفوفنا انت موجود والجميع بنفس واحد. يا رب احنا منتظرينك تفتح طاقات السماء يا رب، ويعلن مجدك بقوه وبسلطان باسم الرب يسوع على عملك، مش بس في مصر، في كل العالم. نعم يا رب. نعم لان الوقت قريب جدا 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 جدا. عشان كده يا رب من فضلك اعطي لنا روح واحد وقلب واحد في الايام اللي جايه باسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع المسيح. امين امين. وعد الرب يسوع لينا، ابواب الجحيم لن تقوى علينا، على هذه الصخره ابني كنيستي. دي كنيسته وهو الماسك بالكنيسه في ايده، ما تخافش. اخويا ابو هاني من بني سويف على الهواء. طيب اخويا ابو هاني اتفضل. الو. ايوه اخويا ابو هاني اتفضل، انت معانا على الهواء. ايوه ماشي ماشي، ربنا يخليك. ربي يباركك. صدقني هو معانا على الهواء على كده. ايوه يا عم اتفضل يا عم ابو هاني. طيب انا مريض ليا بتاع 8 شهور اهو، لفيت عند الدكاتره كلها صدقني واشاعات وبتاع، ولا جايب اي نتيجه. الف سلامه يا والدي. وطالب من الرب يسوع يقول انه هو الوحيد اللي يتكلم معاك. امين. الف سلامه عليك، ونصلي بطلبه. صلي لي الله يخليك. انا في ايام الست العذراء ام المخلص هنصلي لك، هنصلي لك، وهنصلي لك اغلى صلوه هتكون على قلبك. والنهارده يوم 8/8، النهارده الرب يسوع يكتب اسمك في سفر الحياه. ما تخافش، ولا مرض ولا ضيق يفصلنا عن محبه المسيح، تضمن الحياه الابديه يا عم ابو هاني. ايوه الرب يسوع عايز يلمسك ويغير قلبك. امين يا رب. امين. احنا يا رب يسوع بنثق في حضور المسيح اللي مال المكان. انا معشمان غير في الرب، ومش بنظر ومستنيه. امين. صلي ورايا يا عم ابو هاني. انت عايز تقول له حاجه؟ ابو هاني كنت عايز اسالك بس سؤال. الكتاب بيقول كده تمحى خطاياكم فتاتي اوقات الفرج من عند الرب. نفسي النهارده وانت مع الاخ شريف وانت بتكرر الكلمات دي، انك وانت بتسلم حياتك للرب وانت بتسلم قلبك للرب، انا مصدق ان ربنا هيلمسك ويشفيك من كل مرض. امين يا رب. ممكن تكرر الكلام ده من فضلك معانا؟ ممكن تكرر الكلام ده معانا من فضلك؟ صلي ورايا يا عم ابو هاني وارفع قلبك معايا. يقول لي ورايا يا رب يسوع، يا رب يسوع المسني 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 وغيرني. ما سمعتش كويس. يا رب يسوع استلم حياتي. يا رب يسوع استلم حياتي. غيرني يا رب. حط ايدك عليا. حط ايدي فين؟ علي على قلبك. ماشي يا رب يسوع. اكتب اسمي في سفر الحياة. اكتب اسمي في سفر الحياة. من النهاردة. من النهاردة. الشيطان. الشيطان. ملهوش مكان فيا. ملهوش مكان فيا. باسم يسوع. باسم يسوع. برفع قلبي ليك. باسم الرب يسوع. برفع قلبي ليك. من النهاردة تغيير حقيقي. تغيير حقيقي. يا رب بصلي لأبو هاني يا رب لمسة شفاء باسم الرب يسوع. اللي احنا بنسمعه يسوع. عنك واللي احنا بنشوفه يا رب، انك قدير اله المعجزات، وكنا بنحكي عن ناس طلبوك للشفاء باسم الرب يسوع. لمسه شفاء الان لابنك يا رب. امين امين, آمين. رب يباركك، وشكرا لاجل المداخله يا عم ابو هاني، ونصلي ونكمل صلاه لاجلك وتحكي لنا عن اختبار لمسه المسيح ليك.
كمل يا خادم الرب بالموضوع الجميل من أطلع. ربنا يبارك. عايز بس يعني أقول نوعية من النوعيات الغريبة جدا اللي أنا يعني وقفت مرة من مرات فيها هنا مش قادر أتخيل موقف زي كده. والحينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي. يقول وقال للكهنة ماذا تريدون أن أسلمه؟ فجعلوا 30 من الفضة ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. ده صعب تنفع قوي يا أخي. تنفع عنوان دي. تنفع يطلب عنوان فرصة. يطلب فرصة ليسلم يسوع. يطلب فرصة علشان يكسب شوية فلوس، يطلب فرصة يسيب المسيح، يسيب لا المسيح. يبيع المسيح. يبيع المسيح. فرصة. يطلب فرصة. يا. جعل 30 من الفضة ويطلب فرصة ليسلم المسيح. أنا مش عارف تتساوى إزاي الحقيقة. تتساوى إزاي؟ كم الناس كثيرين ودي بيعتبرها فرصة؟ بيعتبرها فرصة. الفلوس فرصة. يسلم رب الحياة. يا. رب الحياة اللي في إيده حياته. حقيقي بجد يمكن دموعي مش قادر امسك عيني من الدموع لسبب واحد بقى بتبدل المال بفرصه تسلمها ليسوع وتسلم يسوع. كثيرين من الناس ياما باعوا المسيح بارخص الاثمان بارخص الاثمان. مسكين طوال الوقت مع انه كل وشرب وشاف، لكن في وقت من الاوقات 30 من الفضة يخلوك تبيع المسيح. عايز ياما ناس كتير قوي الرب قرب جنبها والرب اداها والرب عمل معاها، لكن في وقت من الأوقات بيدور على فرصة عشان يسلم المسيح. ياما في خدمتنا شفنا ناس ضحوا بالمسيح علشان فلوس، ضحوا بالمسيح عشان علاقة. بصلي من كل قلبي اوعى تفكر ان دي فرصة، دي كارثة. دي مش فرصة، دي كارثة. دي حقيقة كارثة طبعا. دي ما تتقالش بأي معاني تاني. ده خسر كل الأشياء. خسر حياته. خسر حياته الأبدية. خسر حياته الأبدية. عشان كده يعني لو حد بيشاهدنا النهاردة بيتعرض عليه فرص ويصيب المسيح تقول له إيه؟ هقول له حاجة واحدة بس. وجه لي رسالة. نفسي أقول لك رسالة مهمة جدا. اللي سبت المسيح وتركته وسبت يا نبي زي ما قال الكتاب كده تركوني أنا ينبوع الحياة ونقروا الأنفسهم أبارا مشققة لا تنبض ماء. نفسي أوصل لك رسالة النهاردة، محدش يقدر يدي الحياة الأبدية غير واحد اسمه يسوع المسيح. الفلوس حتدوم والأشياء تدوم، لأن الكتاب يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. عشان كده المسألة مش فرصة، دي فرصة للضياع. صح. دي فرصة للهلاك. لكن النهاردة لما أطلب يسوع للخلاص للتحرير للفكاك للأبدية، هو ده اللي ربنا يقدر النهاردة يديه لك. دي قابلنا مع حالة من الحالات الصعبة جدا، يعني بعد ما كانت تظن أن هي فرصة وراحت الناحية التانية ومشت وباعت المسيح عشان علاقة، وبعد ضياعها اتقابلت مع خادم فدول واحدة زي ينفع تتغير؟ واحدة زي خلاص الفرصة جت وهي مسكت في الفرصة وبعدت عن المسيح يعني كانت عاملة إشارة صليب عنته بطريقة ما المهم، فبدول الخادم ينفع واحدة زي الرب يقبلها؟ ينفع؟ ينفع طبعا. ينفع ينفع أسرع حاجة. على فكرة أنا عندي حالات بدل حالة حالات من حاجة ينفع دلوقتي. لو حد بيشاهدنا ينفع باع المسيح وساب بيته ينفع يرجع للمسيح ده بالعكس ويقبله؟ أنا نفسي أقول له النهاردة يسوع مستني إنك ترجع يا رب. يسوع مستني إنه يرجع بيدور عليك على فكرة. أكيد بعت لك رسالة معانا النهاردة حضنه مفتوح ليك، يلي اعتبرتها فرصة وبعد ما دخلت فيها بتشعر بالذل والمهانة وبعت عيلتك وبعت كل أبديتك، النهاردة المسيح فاتح حضنه ليك. إن كان هي يهوذا اعتبرها يطلب فرصة لكن ما طلعتش فرصة، طلعت كارثة. بصلي النهاردة يكون يوم رجوعك في اسم يسوع. في اسم يسوع. في اسم يسوع. من الأشخاص كمان من أطلب الحقيقة نفسي أنقل على يعني على شكل آخر في الفرق مش بالمقارنة لكن في فرق آخر جدا زي ما كنت بتقول الشاهد من شوية. اطلبوا ملكوت الله وبره أولا. احنا معنا تليفون علشان الناس بصراحة الموضوع شيق
اتفضل. معانا بنت الرب من امريكا. الو. الو. اتفضلي. مساء الخير. ايوه انت على الهواء اتفضل. انا بشكركم جدا على البرنامج الجميل ده. ربي يبارك. يعني يديم حياتك ويديكم كده نعمه وبركه. شكرا. وانا بحب اقول لكم اختبار حصل لي انا شخصيا. اتفضلي. ابني في فارماسي وبعدين نزل في ماده وبعدين يعني وقفت قدام صوت المسيح وبكيت بشده وكان قدام صوت الست العذراء وما رجعتش وطلبت منهم بشده. وبعدين فوجئت بعد شويه اني جاني تليفون بيقول لي اني ما تخافيش الامتحان هيتعاد كده. ودي اول مره تحصل طبعا في الكليه انهم يعيدوا امتحان. طبعا تعاد الامتحان ونشكر ربنا دي بدرجه حلوه. فطبعا نشكر ربنا رب المجد. طبعا اتمجد معاه حلو خالص معانا حلو خالص. ومعلش يعني اطلب من حضرتك بس تفضلي. اتفضلي. عايز طلبه شفاء باذن الله. امين. واشكر رب لاجل استجابه الصلاه. الرب يقدر على كل شيء. بس احنا نفسنا نصلي مع حضرتك واسالك سؤال. نفسنا نتاكد من حياتنا الابديه. انا طلبت حياه ابديه ولا لسه؟ حلو الرب بيتعامل باللطف زي ما جاب خادم الرب من خلال اكرام مادي وانت الرب بيستجيب ليكي. فانا هسالك سؤال وهخلي اخويا نشأت يصلي معاكي. تقبل الرب يسوع النهارده. امين. 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 رددي ورانا. ربنا ماشي في حياه توبه بس صلي لي ربنا يديني وكملي حياه توبه. امين. امين. اسمع العباره دي وهنصلي معاك. في حياه التوبه وفي توبه الحياه. انت ماشيه في حياه التوبه. النهارده تكون توبه الحياه ليكي. النهارده صفحه جديده بنعمه الرب يسوع. امين. امين. غمضي عينك وهنصلي معاكي. اسمع الصلاه مع اخويا نشأت ونرددها مع بعضينا. اتفضل. يا رب يسوع المسيح. اتفضل. رددي الكلام ده معانا. يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. يا رب اقبل حياتي قدامك. اقبل حياتي قدامك. اقبل حياتي قدامك. زي ما استجبت للصلاة. زي ما استجبت للصلاة. زي ما ايه؟ زي ما استجبت للصلاة. انت تقدر تغيرني. تقدر تغيرني. انت تقدر تغيرني. تستلم حياتي. تقدر تغيرني. تغطيني بدمك. تستلم حياتي. انا متأكدة انك موجود معايا. انا متأكدة انك موجود معايا. مش هتسيبني ابدا. انا متأكدة انك موجود معانا. ثبتني في الايمان. يا رب. في اسم يسوع. ثبتني في الايمان يا رب. امين. باسم يسوع. امين. 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 النهارده يوم 8/8 تكوني صليتي معانا صلاه توبه الحياه وتعيشي في حياه التوبه وتجري في الكتاب المقدس وتروح اجتماعات وتصلي يوميا والرب يكمل معاك. وشكرا على المداخله. الرب يبارك. اخونا رؤوف من القاهره. اخويا رؤوف. ايوه. اتفضل. ايوه. اتفضل يا اخويا رؤوف انت على الهوا. اتفضل. ما هتعود دلوقتي ولا ايه؟ اه اتفضل احنا سامعينك كلنا. اتفضل يا اخويا رؤوف. طيب عاوزين نصلي صلاه لوالدتي. امين. انا واختي عندنا ضيق في المخ وحضرتك بتعلى. يا رب. عاوزين حضرتك تصلي لها يعني. امين. 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 ونصلي كمان باسم الرب يسوع. انا ومخنوق وزهقان وكل حاجه في وش. طب اتفضل خليك معانا واسمع اخويا الغالي وهو بيكلمك. انا عايز بس اسالك سؤال بس مهم جدا. انت بتقول انك فضل. مزنوق انك متضايق ومخنوق وزهقان والقصه دي كلها. اكتر وقت تقدر تقرب بيه جنب ربنا هو دلوقت. اكتر وقت تقدر تقرب فيه ربنا. بس لو تردد الكلام ده جوايا ويبقى رائع جدا لو النهارده اعتبرته يوم تتقابل فيه مع ربنا. لو تقدر تردد الكلام اللي هنقوله مع بعض يبقى كتر خيرك. طب ماشي. يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. بشهد من هذه اللحظة. نعم. بشهد من هذه اللحظة. يلا هذه اللحظة. ايوه. ان يسوع المسيح
يسوع المسيح. يا رب يسوع المسيح. تقدر تغير حياتي. تقدر تغير حياتي. بقبلك مخلص على حياتي. وأنك على حياتي. تستطيع أنك تحررني. تحررني يا رب يسوع. وتخلصني. وتخلصني. وأكون ابني ليك. وأنا ليك كل ليك يا رب. في اسم يسوع ابني يا رب. باسم يسوع ابني يا رب. آمين. آمين يا رب. اغسلني بدمك يا رب. آمين. نهارني. آمين. آمين. آمين يا أخونا. الرب سمع صلاتك وهنصلي لأجل أم رؤوف، الرب يتمجد ويعمل معجزة باسم الرب يسوع. آمين. آمين. شكرا. معنا أخونا حسني من اسكندرية. الو الو اتفضل يا اخويا حسن. ازيك يا اخو شريف؟ الله يخليك ربي يباركك. ازيك خير وعلى سيادة المستشار معاك اهو سامعك ربي يباركك. ربنا يديك الصحة. اتفضل. انت بتتكلم حضرتك على طلب يسوع. نعم. ده يسوع اقرب من الهوى اللي بتنفسه. مبارك اسم الرب. مجدا للرب. الهوى اللي انا بتنفسه يسوع اقرب منه. نعم. لما بكى يسوع اتفتحت العبور. نعم. يسوع واقف على باب قلبي ويقول لي تسمح لي ساعدك في البلوى اللي كتبتها لنفسك. اشكرك يا رب. بس اللي يسمع وبس اللي يستفيد. انا عن نفسي سلمت الغالي الملف كله وقلت له القضيه اللي هي قضيتك يا سيدي انت اللي تتصرف فيها زي ما انت عايز. اشكرك يا رب. وانا واثق فيه ووعوده، واثق في وعود ربنا يعني. انت يا اخ حسني شهدت قدام العالم كله انك ملك للرب يسوع، المسيح فرحان بيك. بقول لحضرتك تحركاته محسوبه بدقه. امين. ومضمونه. نعم. معصومه من الخطا. نعم. قراراته سليمه. نعم. بيتكلم على لساني وصوته وانا بسمع صوته جوايا وصوته بيبقى عالي. وباين من لغه كلامك يا اخويا حسني لو عندك طلبه صلاه انت شاركتنا مشاركة جميلة جدا. عندك سؤال او طلبت صلاة؟ انا نفسي كل الناس اللي سمعت هي الناس موجوعة وتعبانة، الناس هي ترفع قلبها على يسوع. أمين. ترفع عينه على يسوع. امين. ترفع عينه على يسوع يلاقي كل الهموم تتشال. امين. في ناس تعبانة اخي شريف. نعم. بتنام وتصحى بالهموم على دماغها. صح. انا بقول له نزل الشلل على كتفك دي وارميها تحت رجلين الرب يسوع. طب احنا يا اخ حسني يا اخ حسني لان البرنامج بتاعنا بشعر السلام، هيحس انه اتغير، هيحس انه حاجه ثانيه خالص. يا اخ حسني تسمعني لان البرنامج بتاعنا مختلف ويهمنا كاننا موجودين عندك، فانت هتشارك بعد ما وصلت الرساله دي، هتصلي صلاه لكل الناس اللي بيسمعوك. صلي لنا صلاة يا أخ حسني لأجل كل الناس اللي بيشاهدوك، صلاة مختصرة، تفضل. صلاة مختصرة. اتفضل صلي. ارفع عينك على الرب يسوع. يا رب. انت كل شيء. لا صلي لنا. لك من الهوى اللي انت بتنفسه قول يا رب. امين. سلمتك حياتي وسلمتك يا رب. قلبي. يا انت رب. تتصرف فيا وانا واولادي وأمي. يا رب. وكل الناس اللي انا عارفها. باسم الرب يسوع. ويشعروا بأمان ويشعروا بسلام ويشعروا باطمئنان ويشعروا بفرح. يا رب. امين امين امين. شكرا على المشاركه الجميله والصلاه اخ حسني، انت ضيف البرنامج ويعني بنشكر رب لاجلك. شكرا. معنا تليفون اخونا نبيل من القاهره. اخويا نبيل. الو الو يا اخويا نبيل، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. اخويا نبيل. الو يا اخويا نبيل لو سمعني وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. للاسف مش واخد باله. الموضوع الشيق الجميل، اطلبوا الرب فتحي. نعم. احنا في نوعيات تاني طلبوا، يعني احنا خدنا نوعيات اللي طلب الرب يسوع وراح، خدنا 6 نوعيات عظيمة جدا، ونهينا بأعظم طلبة طلبها زكا، طلب أن يرى يسوع في المسيح المخلص. وفي ناس طلبت طبعا طلبات فرصة زي يهوذا، صعبة جدا، والنوعيات دي بتسمعنا الرب يسوع فتح حضنه ليها. ده أكيد. في بقى اللي هو الإيه الإيجابي اللي احنا بنشوفه بالقصة دي كلها.
اللي بصلي النهارده نكون من ضمن الناس دي. امين في اسم يسوع. امين. اتفضل يا خالد. في اول مشهد من المشاهد بنشوف في متى 6:33، ولكن اطلب الله اولا ملكوت الله وبره. واحنا عملنا فيديو مخصوص بالظبط كده بنشارك بيه في القصه دي. نعم. والحقيقه لما الحياه الابديه اسمن بكتير من الطلبات الارضيه. نعم. فلما بطلب الطلبه دي بيفرق كتير جدا. بس الحقيقه نفسي اقف في شاهد لذيذ رائع، والحقيقه انا مش عارف ابتدي ازاي، وفرق كبير جدا جدا شتان ما بين الاثنين. لما يقول الكتاب كده: وانا طلبت من الاب. نعم. لينكس معكم الروح القدس الى نعم. الابد. ايه الروعه دي؟ ايه الحب العظيم؟ ايه الحنان الرائع؟ اشكرك يا رب. ايه الحب الجميل ده؟ المسيح اللي طلب لينا. اطلب من الاب يا رب. اشكرك. الروح القدس لينكس معكم الى الابد. اشكرك يا رب. الروح القدس اللي يبقى الى ابد الابدين، واحنا موجودين في حاله موجوده على الارض، يرشد، يعزي، نعم. يشجع، يسند. ايه الروعه دي؟ شكرا. مرات كتير بنطلب طلبات، يعني سامحني اسف، يعني لو حد مضايقنا دلوقتي تلاقي طلبات كده، امتى ربنا ياخده؟ وتطلبون ولستم تاخذون لانكم تطلبون رضيه. لكن هنا بنقف وقفه رهيبه. اب رائع واله عجيب. اشكرك يا رب. اله عجيب. طلبت من الاب الروح القدس ليمكث معكم الى الابد، معزيا. فالحقيقه لما بقف قدام الطلبات دي وبقف قدامها استغرب. عارف يوحنا 17 المسيح يعني الصلاه الشفعيه اللي لينا في يوحنا 17 بيقول لك: من اجلهم انا اطلب واسال، قدسهم في حقك، كلامك هو حق، احفظهم في اسمك. اقول لك عباره ربنا المسيح وصى علينا، يعني انت متوصى عليك طبعا، مش عشان مستشار، لا انا اخ عادي مش انت متوصى عليك. طبعا متوصى عليك من مين؟ ده اكيد المسيح. من المسيح نفسه. يا على الاعلان ده لو وصل ليك النهارده. المسيح طلب من الاب ان يحفظك، المسيح طلب من الاب ان يقدسك. بصلي انت متوصى عليك، مش من راس عاليه، لا احنا طبعا. عندنا الكبير الرب يسوع اللي ليه كل المجد. فالرب يسوع موصى على كل ولاده اللي ناجشهم على كف ايديه، مجدا للرب. اكيد. اشاركك بليونيك زي ما قال في فيليبي 4: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. والحقيقه في مره من المرات مسك التلاميذ وقال لهم: هؤلاء يطلبون، اما انتم فلا تطلبون، الله يعلم بما تحتاجون. هقول عباره يعني بالتعبير البلدي بتاعي. ايوه. صدقني عيب لو مؤمن يطلب احتياجات جسديه ولو خادم. ليه؟ الرب سايب ده كله، ده ما ترتبكش باعمال الحياه. دي حقيقه. انت مؤمن، كل هذه تزاد لكم. يعلم كان في مجاعه على كل الارض، لكن يميز اولاده. كان في مجاعه في ايام ايليا، على فكره مجاعات كتيره جدا، كتيره في الكتاب المقدس. المجاعه اللي في ايام ايليا، ايليا الناس في مجاعه، وايليا في ايه بياكل؟ ايه ايليا بياكل؟ خبز ولحمه صباحا ومساء. وخبز ولحمه مساء. وايه تغيير جو رهيب عايش قدام. ده كمان العباره اللي قالها الكتاب المقدس وقالها يسوع: ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم فكم بالحري. بصلي الرب يزيد ايماننا. امين يا رب في اسم يسوع. حتى أمين. لو الاقتصاد زي ما بيقولوا في اقتصاد بينهار، الرب عارف وكشف علو الاسعار، بس عايز اقول لك الرب قادر على كل الامور، ما تخافش. ده اكيد. وهتشوف معانا من البركات الحلوه، بركات هنشوف في البركات بنعمه الرب. واحنا اللي طلب الرب هتشوف حاجات عظيمه جدا. يعني اكيد. قبل ما نقول النقطه دي، بس عايز اقف عند حتتين. ونفسي النهارده واحنا بنتكلم في الطلبات دي، زي ما قلنا من اطلب، حقيقه في موقف بيدهشني دايما في فيليمون، يقول: اطلب لاجل ابني انسيموس الذي ولدته في قيودي. بولس الذي قبلا غير نافع ولكنه الان نافع لك ولي. يا ترى وانا في ايماني وانا في خدمتي وانا بخدم وانا في اشياء كثيره جدا، ما عندوش وقت يضيعه ولده في قيوده وفي السجن، وفي نفس الوقت لما يقول تعبير جميل مع انه لص
مع انه حرامي مع انه اشياء، لكن روعة الايمان لما تحلي وتبقى جميلة جدا. يقول له لاجل ابن مين؟ أنسيموس دعبت. لكن نفسي اشجع الناس النهاردة وانت بيشوف ان كنت عبد الخطيئة لكن ابن للمسيح الان. ابن اطلب لاجل ابني أنسيموس الذي كان قبلا غير نافع صار نافع لك ولي. حقيقة نفسي النهاردة واحنا بنعلن الاعلان ده وبنشجع كل واحد رجع وتاب للمسيح يا رب، الرب يقدر يعمل منه ابن رائع لذيذ جدا جدا. اخر عبارة في فيليمون أنسيموس كتبت من فيليبي في فيليمون في على يد أنسيموس الخادم. الخادم مظبوط، يعني مش بس بقى ابن بقى خادم. خادم مظبوط. اختم بقى بالجزئية اللي ربنا ادهنا في مزمور 27. اشكرك يا رب. بركات قبل ما نوصل البركات يقول له كده بصوتي ادعو فرحمني نعم واستجب لي لك قال قلبي قلت اطلب وجهك. قلت اطلب وجهك وجهك يا رب اطلب. من اطلب وجهك. وجهك يا رب اطلب. نعم نفسي النهارده واحنا في البرنامج واحنا في الحلقه واحنا في الطلبه اللي بنطلبها اطلب وجهك يا رب مش حاجه تاني. يا رب وجهي يسير امامك فيريحك. ينفع ده يكون شعار حياه المشاهد من النهارده، نقول له على خطوات عمليه يعمل ايه يعني طلب وجه الرب، يعني يعمل ايه في بدايه يوم؟ ممكن تقول لنا؟ طبعا اتفضل. اتذكر مشهد من مشاهد الخدام القدام قوي اللي بشهد بيهم في حياتي واثروا كتير في حياتي. مره كنت عنده فعمل مشهد غريب قدامي وانا نازل من السلم، قال استنى بس يسوع ماشي معايا، وانا بعدي من الشارع لقيت قال استني بس يسوع معدي معايا. فاستغربت جدا، كنت لسه في بدايه ايماني بصراحه، قلت عليه كلام صعب في وقتها متدروش مثلا بالظبط كده. يعني اكتشفت مؤخرا انه معجون بالرب. اشكرك يا رب. عايش في الرب، بيمشي بالرب، بيتكلم بالرب، بيمشي في حل كل رب. لما يبقى مشورتي في كل حاجه ربنا مش اعتقد، انا متاكد ان حياتي تختلف يا رب، تختلف كتير جدا 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 جدا. وروعه لما استقبل يومي بيه. امين. روعه جدا لما استقبل يومي بيه. اشبع اذا استيقظت بشبك. بشبك معنا تليفون اخويا. الو ابن الرب من المنيا. الو الو اتفضل يا اخويا الغالي. مساء الخير. اتفضل. تنور. انا امجد من المغاربه. يا اهلا يا اخويا امجد. اخبارك ايه؟ وحشني. الرب يباركك كتر خيرك. الله يخليك. انت عامل ايه؟ وحشني كتير. تمام اشكر الرب. ومعانا اخونا نشأت. محتاج تلد الصلاه بس مش اكتر، ان ربي يغيرني بس. يا سلام يا امجد، يباركك الرب يسوع. محتاج تنبصره ويعني محتاج تصلي من اجل يعني. لا ده احنا مش هنأجلها. يعني عايزك بس ما تقولش اسمي في القناة يعني. زي بعض يا اخويا امجد، انا قلت ابن الرب وانت اللي قلت اسمك، انا اسف. ماشي بس ماشي مش مشكلة يعني. وشهادة شهادة عظيمة. اسمع معايا يا اخويا امجد. امين يا حبيبي، وانا هتواصل معاك وتسيب رقمك وهتواصل معاك. بس عايز اقول لك على حاجة عشان ايوه اقول لك على حاجة بس علشان ما تتضايقش. اكتر حاجة ينفع افتخر بيها اني بعلن توبة قدام المسيح، دي ما تخجلكش ابدا. لكن احنا ذكرنا ابن الرب، لكن حضرتك اللي قلت امجد، وهنصلي معاك يا اخويا امجد بنعمة الرب يسوع. وهتواصل معاك بعد البرنامج، سيب رقمك في الكنترول وهكلمك بنعمة الرب يسوع. بس انا محتاج بس ان اتواصل معاك يا اخي. اتشرف يا اخويا الغالي. بس انا انا مش عايزك تكفل يا اخويا امجد علشان العمر مش مضمون، فتصلي معانا. ارفع قلبك معايا وغمض عينك واسمع. صلي ورايا يا اخويا امجد، قول يا رب يسوع. يا رب يسوع انت اقوى. انت اقوى من كل الظروف. كل الظروف اللي بعدي بيها يا رب. يا رب يسوع اقبل. يا رب يسوع اغسلني بدمك. اقبل من النهارده باسم يسوع يا رب. من النهارده ايدي في ايديك باسم يسوع. ايدي غير حياتي يا رب. غير حياتي. نور حياتي باسم يسوع. باسم يسوع. باسم يسوع امشي وراك. امين يا رب. امين امين.
رب يباركك والرب سمع صلاتك وهنتواصل معاك، وشكرا على المداخلة، رب يباركك. معنا تليفون من أسوان، أخونا شنودة. ألو. أيوة أخويا شنودة، تفضل. مساء الخير يا باشا. مساء الخير، تفضل. دخل الشريف، رب يباركك. رب يباركك، محتاجين صلواتكم وتعوضكم. أمين يا أخو شنودة. طلبة الصلاة لإيه؟ للزنقة في الوقت اللي احنا فيه، وربنا يرعانا من اللي احنا فيه ويحنن قلبه علينا ويقوينا بإيمان المسيح. انت كلامك بسيط وجميل يا اخويا شنودة، بس في عبارة احنا كنا بنقولها ان الرب بيرعى اولاده. لو انت واحد من خراف المسيح ده الراعي العظيم. معايا يا اخويا شنودة؟ معاك. يعني ما تخافش، لو ضمنت حياتك الابدية صدقني الحياة الأرضية هتعدي بصعوبها وبمرارها وبضيقاتها، هتعدي وتختبر اختبارات عظيمة، تختبر ان سمكتين وخمس خبزات يكفوا. اخ شنودة انت معانا على الهوا؟ اتفضل لو عايز تقول له حاجة. اخ شنودة معانا على الهوا؟ معاك على الهوا. انت هل سلمت حياتك للرب؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا، يعني ضامن ابديتك؟ محدش يضمنها الا البني ادم اللي يكون كامل، والبني ادم خطاء. صح، بس انا عايز اقول لك اللي احنا هنقوله لك ده مش كلامنا، لكن المسيح قال الذين هم في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم من يدي ولن يهلكوا الى الابد. عالما بمن امنت، بولس الرسول بيقول كده، وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. اقول لك عبارة اخيرة واصلي معك يا اخويا شنودة. اللي بيسلم حياته للمسيح بيضمن الابدية، اللي وعد صادق. امين. امين. طب الرب يسوع بيوعدك ان لما تجيله هيديك حياة ابدية، تيجي للرب يسوع؟ اكيد طبعا. طب يلا غمض عينك وصلي معايا بايمان. الرب يسوع الغارس الاذن بيسمع، صلي ورايا الصلوة دي يا عم شنودة. اتفضل قول يا رب يسوع. يا رب يسوع، ادخل حياتي، اطلب حياتي، غيرني، اغسلني بدمك، اغسلني بدمك. ببدأ معاك، كن معاك يا رب. ببدأ معاك صفحة جديدة، ببدأ معاك صفحة جديدة من النهاردة. الشيطان ملهوش مكان، فيا ولا في بيتي، ولا في بيتي. باسم يسوع، يسوع تسكن فيا وتضمن ليا الحياة الأبدية على حساب دمك الكريم، على حساب دمك الكريم. آمين. ممكن اقول جزء صغير من ترنيمة صغيرة؟ انت اللي هتقول، قول. ده احنا نتمنى. هتقول ايه؟ ترنيمة ايه؟ ربي يجذبني. طب قول يا عم نسمعك يا اخ شنودة، اتفضل. ربي يجذبني وكفى حياتي قلبي وفكري، قلبي وفكري، قلبي وفكري. صوتك جميل يا اخ شنودة، الرب يباركك، وشكرا على الترنيمة اللي سمعتها لكل العالم، وتكون خادم للرب يسوع. شكرا، الرب يباركك. ناس قلبها حلو، نشكر ربنا كتير من اجلهم كده. بس انا نفسي اشجع امجد اللي هو قال، نفسي اشجعه بحاجه، انه يوم 8/8 ده هيكون بالنسبه له فخر كبير قدام كل العالم، وحتى ان كان مكسوف انه يقول اسمه ابن الرب ومش يقول اسمه تاني، لكن انا بشكر ربنا من اجله، وهيكون سبب اختبار باسم رب يسوع، باسم يسوع، انه يكون شاهد في هذا اليوم باسم رب يسوع يعلن فيه انه ابن للرب. امين. علشان وقت الحلقه عدى بسرعه رهيبه،
والكلام معك شيق، الرب يباركك. في سؤال اتسأل لينا لازم نجاوب عنه باختصار شديد. أخونا أبو فادي سأل في بداية الحلقة وقال الله هو اللي بيبعت المرض. طبعا الله ما بيبعتش مرض لحد. نعم. إطلاقا. نعم. إطلاقا، بالعكس هو اللي بيشفى من المرض. نعم. لكن مش بيسمح بالمرض ولا بالقصة دي كلها. شكرك يا رب. الله وحده بس اللي بيشفى من الأمراض، وأفكاره أفكار سلام تجاهنا. نعم. عشان كده ما عندناش مرض ربنا بيبعته إطلاقا إطلاقا، لكن يشفى من المرض. نعم. وفي مرة من المرات قال هذا المرض ليس للموت. أمين. بل يتمجد ابن الله. ابن الله. بسرعة شديدة علشان الوقت هناخد أفكار سريعة جدا. إحنا خدنا نوعية اللي بيطلبه. رقم اثنين من أطلب. رقم ثلاثة بركات اللي بيطلب الرب فيه بركة. أمين. على حياتك وعلى بيتك. يا كل واحد بتسمعني بتمر بظروف صعبة، باسم الرب يسوع تستمتع معانا بالبركات. يمكن بدأنا بمزمور 34 وبنختم معك بمزمور 34. البركات اللي هيطلب الرب في بركة. يلا قول لنا بسرعة بالكلام الحلو ده. في أخبار الأيام الثاني 7 و14 شاهد معروف لنا كلنا: إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم. نعم. وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طريقهم الرديء. يعمل ايه ربنا؟ اسمع من يسمع. نعم. والحقيقة في كلمة اسمع دي مرات كتير جدا بتعدي كده وخلاص، لكن ده بيسمع من السماء. رئيس الكون كله بيسمعني، الله بنفسه بيسمعني. اسمع من السماء، يسكت كل الكون عشان يسمعنا. ومش بس كده، اغفر خطيتهم وابرئ ارضهم، الارض اللي اتلعنت، الارض اللي ملعونه، الله يبرئها يا رب. عشان كده وانا بطلب وجه الرب، وانا بطلب وجه الرب، مره من المرات ما نسعى من كده، ولما تضايق طلب وجه الرب، وجه الرب فسمع له الرب. بيسمع ايه يا رب بتعمل؟ ورد له كل الاشياء. مرات كتير قوي من بركات الطلبات انه ربنا مش بس انه بيسمع، لكن بيغفر ويبرئ كمان. من بركات طلب الرب رقم واحد الرب بيسمع، رقم اثنين بيغفر خطيئة، بيغفر نمرة ثلاثة بيبرئ. مزمورنا 34 ده اللي احنا ده المفروض ناخد عليه نهضة يعني. نعم. لمليان بحاجات كتير جدا ونسيبه للمشاهد يتأمل فيه. يتأمل فيه مزمور 34. يا سلام لما كلمة الله تتفتح في البيت. اتأمل معانا في مزمور 34 يلي بتطلب الرب. شوف الرب هيعمل معاك ايه، حاجات عظيمة ورهيبة، بركات في انتظارك يا كل من تطلب الرب يسوع. يعني في دقيقة، في دقيقة بسرعة. طلبت الرب فاستجاب لي. استجابة. ومن كل مخاوفي يشيل الرب أنقذني. المخاوف أنقذني. نعم. وبعدين اتقوا الرب يا قدس، ليس عوزا. اللي كانوا بيكلمون عن الأمور المادية والاقتصاد، الوعد الرب ليك ليس عوز لمتقيه، ينفع ترددها. الأشبال احتاجت وجاعت. شكرك يا رب. وأما طالب الرب. نعم. فلم يعوزهم شيء من الخير. الخير باسم الرب يسوع لا يعوزنا شيئا من الخير. ده أكيد. أنا عندنا طبعا علشان الوقت عدى بسرعة، عندنا طلبات صلاة وعندنا حد هيعمل عملية. مامته بعتت لينا على الفيسبوك. نصلي ونصلي لأجل الطلبات الصلاة دي. ممكن يا خادم الرب ترفع إيدك معايا. أمين. ونصلي في 20 ثانية كده. يا رب يسوع المسيح بنصلي يا رب أنت إله المعجزات، أنت إله المستحيلات، تمد إيدك بلمسة شفاء بقوة ربنا يسوع المسيح. وعد كلينا النهاردة اطلبوا الرب فتحيوا. نعم. بنطلب باسم الرب يسوع. باسم الرب أنت قادر يسوع على كل شيء. في اسم الرب وتستطيع يسوع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. نعم. كمل معانا في اسم الرب في يسوع. يسوع معجزات تتدخل بقوة غير عادية لكل طلبة موجودة. قوة خارقة للطبيعة. آمين. 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 شكرك جدا يا خادم الرب وأخويا الغالي الأخ نشأت على وقتك. ربنا يبارك. نشكركم كلكم أعزائي المشاهدين على الوقت الممتع اللي قضيناه، وبنعتذر لعدم دخول أكتر من تليفون علشان الوقت بتاعنا. بصلي من كل قلبي الرب يحفظكم، وانتظرونا في حلقات قادمة بنعمة الرب يسوع في برنامج نرى نورا، والرب معكم، وإلى اللقاء.